تعتايمة وهي اليوم 18 بعد ما تأكدت إن امتحنا بفيروسات. طبعا هذا اليوم كنت بي استغباء مات مو طبيعي، بحيث خربت الامتحان علي. هاي المحاضرات مالت الفيروسات تشوفوا له هاي الملاحظة اللي حق اكتبها هاي هنا، انا بالامتحان بس كتبت هاي وخطأ، يعني اخطاء غبية. تمت هذا الامتحان مع عدم الرضا.